إذن بدون مزاودات ورفع معنويات ومجاملات عن الشعب السوري وصبره، شاهدوا كيف يستعد أهالي الغوطة لاستقبال العيد. هذا العيد عن العيد من سنتين؟ العيد من سنتين اجى بعام 2014، حاليا بال 2016 والله ما فرق غير شغله واحده، استشهد الوالد شيدي قصف طيران روسي، الله يتأمن منهم ويتأمن بشار الاسد واعوانه. امين. وكل مين بشد مع الاسد واعوانه، نحن بندعي بأيامات الفضيله انه الله يفرج علينا وعلى اهل الغوطه عامه، وعلى الامه الاسلاميه، والعام وانتم بخير. ما فرق شيء، بس اسم عيد. بس. عيد ما في. اذا بس بصيروا العيد تبعنا بس يزوا بشار الاسد واعوانه بس، هذا عيدنا الكبير نحن. وشو بتتمنى العيد يجاوب؟ يكون بشار الاسد ساقط. نتمنى ينزال الاسد واعوانه. وين حابب تعيد؟ حابب عيد طهران. نعيم القبيلي. يا رب. وان شاء الله احسن الوضع هناك، وان شاء الله منصورين بخير وسلامه ان شاء الله، وبعيدين ان شاء الله هيك نحن امة محمد ان شاء الله، الف خير. طب شو بتتمنى للعيد الجاي؟ بدنا نجيب عام 2017 كمان ونكون عايشين. نعود إلى أجواء الغوطة وأجواء العيد بالغوطة، رغم كل شيء، رغم القصف، رغم الدمار، رغم القتل، يعني السوريين مصرين يعيشوا. بروح لهونيك مع مراسلنا محمد عبد الرحمن. كل عام وأنت بخير محمد. كل عام وانت بخير، ولا كل عام والسادة المشاهدين بألف خير يا رب. طبعا أجواء العيد لا يمكن ننكرها، رغم القصف، رغم الوجع، رغم الألم الموجود، رغم التصعيد المتواصل. امبارح كان في 7 شهداء، اليوم في 5 شهداء في مدينة دوما. طبعا مناطق الغوطة الشرقية كلها كتلة واحدة، يعني ما منميز بين منطقة أو منطقة ثانية. مع هيك بتلاحظي انه في يعني في بعض الاجواء الفرح حتى داخل البيوت، يعني في بعض العائلات ما كانت مصره انه تطلع وتعيد وتطلع على الشوارع، ولكن اشتغلت بالبيت بعض يعني حلوى العيد يلي بيسموها هون ماده المعمول، واللي هي عباره عن طبعا عجوه من التمر بالاضافه لسكر وطحين وهالاشياء هاي. طبعا يعني بخلال ساعة النهار كان شوي الوضع سيء بالغوطة الشرقية نتيجة التصعيد العسكري، نتيجة القصف، ونتيجة هي الأجواء السيئة. يعني نوعا ما المساء بدأت الأجواء ترجع شوي شوي لحالتها الطبيعية لتعيش الناس يعني شوي من أجواء العيد يلي هي كانت شوي مفقودة. طبعا رح أخذ هنا معي عدد من أهالي الغوطة الشرقية لنستطلع آرائهم، نشوف شو هي الاستعدادات يلي معهم. معي هون الأخ أبو علي. طبعا أبو علي كان عم يحضر بعض مراجيح العيد وبعض الألعاب، ونحن جبناه من هنيك، هو لساته هلأ يعني بلباس العمل. يعطيك العافية أبو علي. الله يعافيك يا ميت، أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية، كل عام وأنتم بخير،
ولقناة أورينت الفضائية بنقدم لها ألف ألف تحية على المجهود اللي عم تساويه وتقدم لكل الناس، لملايين الناس وعم يصير عنا بالغوطة الشرقية. الله بخير يا رب. أبو علي، أنا جبتك من الورشة هلأ، كنتوا عم تركبوا مراجيح عيد والأشياء. هلأ اليوم في يعني بعض الناس عم تقول أنه أجواء عيد غير موجودة بالغوطة الشرقية نتيجة التصعيد الموجود نتيجة القصف. هل في أجواء للعيد ولا ما في أجواء للعيد؟ والله بصراحة رغم الأسى ورغم الشهداء ورغم القصف بالطيران والعنقودي وراجمات الصواريخ والهاون والسلاح الثقيل والسلاح الخفيف ووزن الذبابة، بإذن الله رح نفرح أطفالنا بالمراجيح والدويخات، وحضرنا يعني بإذن الله يعني أخذنا الأسباب يعني أنه قريبين شوي على الملاجئ والأقبية، صار شيء لا قدر الله من نزل الأطفال، يعني بدهم إن شاء الله نحاول نفرح الأطفال. مستقبل سوريا بإذن الله، مستقبل الأطفال، مستقبل أطفال سوريا بإذن الله إن شاء الله. ما بتخافوا على الأطفال من القصف؟ يعني أنت عم تقولي هلا في تحضيرات للألعاب للأشياء، هل بمناطق مكشوفة وراح تكون بمناطق مغلقة ولا شو الفكرة؟ إن شاء الله بمناطق مغلقة، وفي يعني أكثر من طابق فوق منهم، أكثر من سقف إن شاء الله، يعني بنحاول قدر المستطاع إنه يكون بمطرح يعني دروي وفوق منها يعني أكثر من سقف، ويكون أبو أو ملجأ قريب من الألعاب، يعني الأطفال بدهم يطلعوا ولا بيحسنوا يقعدوا بالأقبية. يعني بتلاقي قد ما واحد يعني حاول يساوي ألعاب بالأبو أو بالملجأ ما بيقعد الطفل، فعم نحاول إنه محل شوي مهوى وقلة الكهرباء والتعرف أنت يعني الأجواء، وإن شاء الله بإذن الله تتيسر معنا إن شاء الله. وعم يقولوا في هدنة لنشوف، ما عندنا ما نصدقينهم. في كثير عالم معولي على موضوع الهدنة، أنت معول على هذا الموضوع ولا لا؟ يعني تشعر أنه هلأ حاليا رح نشتغل على تفريح الولد بأجواء العيد، بزرع الابتسامة على وجوههم وشفاههم يلي يعني افتقدوها لفترة طويلة، خصوصا يعني مثل ما شفنا في التصعيد المتواصل. إن شاء الله يكون أنه هالهدنة إن شاء الله سارية المفعول إن شاء الله من الليلة إن شاء الله، الأربع خمس أيام ليفرحوا الأطفال، مع أنه نحن الكبار ما مصدقين، بس الأطفال أخي الكريم ما بيعرفوا هالشيء هذا، ما بيعرفوا، ما عم يشوفوا إلا هاون طيارة ليل ونهار والقصف شغال عليه، ما بيعرفوا، بيعرفوا من يومين عم يقولوا العيد جاي وبدهم يفرحوا وبدهم يركبوا المراجيح وبدهم يعيدوا، ما عرفانين انه هن الهدف الوحيد للنظام لحتى يقتلون. طيب شو محضر انت؟ لا انا شفت شوية العاب بس، ولكن كان شوية والله ما مخلي ان شاء الله قذيفة ولا صاروخ فارغة ولا فارغة دبابة الا ما مساوية العاب، وان شاء الله باذن الله يعني بصير تصوير لقناة الكريمة قناة أورينت، وبتشوفوا شو مساوي أجواء العيد إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله العالم كله يسمع، والعالم يعني والعالم الحر إنه يوقف مع الثورة السورية وأطفال سوريا بس. طيب هلا بتشعر إنه العيد هو للأطفال فقط؟ يعني اليوم كتير نسمع أفكار إنه العيد هو لتفريح الأطفال فقط، طب ما بتشعر إنه كمان الكبار لهم فرحة بالعيد، لهم أيام وساعات ينتظروها ليزوروا بعضهم وليعايدوا بعضهم؟ طبعا الأخي الكريم العيد للكبير والصغير، يعني عيد من عيادة المريض وعيادة الأم والأب والأخ والعم والخالة والست والخال، فرغم الأسى ورغم الشهداء ورغم الزعل ورغم بإذن الله إن شاء الله رح يعيد الكبير والصغير إن شاء الله. وملاحظة، منحب نقول لسيد بان كيمون جايبين له معنا هدية لحتى يخفف القلق تبعه، هو وديم ستورا وكوفي أنان وكل المسؤولين بالأمم المتحدة والعالم كلياته جايبين لهم هالدبدوب الصغير لحتى نقول لهم كل عام وانتم بخير، لحتى يخففوا القلق شوي ويكون حاله ريلاكس، يعني يخففوا شوي التوتر، يعني بس مشان نقول لهم انه كل عام وانتم بخير، شو عم يصير بسوريا، بس تطلعوا شو عم يصير بسوريا. خليك معي ابو علي، رح اخذ هون اخ ثاني يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك، ان شاء الله كل عام بخير وانت بخير. نحن بنعايد اول شيء مشايخنا واهالي الشهداء والمجاهدين اولا على رؤوس الاقلام. نحن دعينا حقوق الإنسان ما استجابت، عسى ولعل حقوق الحيوان بركي بتفكر وبتراعي مشاعر هالأطفال وأولاد الشهداء. نحن مثل ما قلت لك نهني العالم كله بعيد الأضحى المبارك، ونعايد على شهدائنا، على أهل شهدائنا والمجاهدين كاملة، الله يحميهم جميعا. مثل ما قلت لك نحن حقوق الإنسان ما رديت حق العيد اليوم، العيد بالغوطة الشرقية والله حزن لأنه ما له عهد. هلأ مثل أحرار الشام سبقتنا وقالت إن
عمل هدنه رح ناكلها، وان ما عملنا هدنه رح ناكلها على طرفين. بعيدا عن السياسه، نحن خلينا نبعد عن الجسم. اليوم بالغوطه الشرقيه في اباء عم يحاولوا يفرحوا اولادهم، في مثل الاخ ابو علي هون عم يجهز بعض الالعاب بعض الاشياء. طب انت يعني بتشعر انه العيد ممكن يكون موجود، يعني نتغلب على هالاشياء؟ بدنا نتغلب باماكن محفوظه، ولكن انه خوفة مثل ما تفضل وسبقني انه من صواريخ الفراغيه، العنقودي، الطيران الهاوي، والله اشتت الوسائل من جميع السلاح الروسي والايراني والشيعي، كله عم يضربنا فيه. يعني الحمد لله من فضل الله نحن الدعاء اللي رب العالمين عم يحفظنا فيه. ان شاء الله كل عام وانت بخير. وانت بخير. معي هنا اخ كمان يعطيك العافيه. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، وبعيد على بحب عيد على الاورياند، وبلا الله يجزيك الخير. بالفعل يعني لو ما الاورياند نحن حالتنا عدم، ما كون حدا غطى علينا ولا حدا شاف اللي احنا عم نصير فيه. بقول لهم كل عام وانتم بخير ان شاء الله، والسنه الجايه ان شاء الله بيكون احسن. ونحن بنتمنى يعني بنتمنى انه يكون بس يعني يحسوا فينا شوي، يعني هالمحطات الاعلانيه غير الاورينت، يعني يحسوا فينا شوي، يعني ما حدا شايفنا ولا حدا مستعبرنا ولا حدا ابدا ابدا. يعني طبعا نحن اكيد واجبنا انه نقوم بهي التغطيات. هلا خلينا نرجع لموضوع العيد. نحن كنا عم نسال انه بعض الناس اليوم عم ينظروا انه الغوطه بوضع ماساوي، فيها قصف، فيها مجازر. طيب هل ممكن نتغلب على الاشياء ونوجد العيد ونوجد الفرحه رغم المصاب ورغم يعني العائلات اللي عندها شهداء واللي عندها معتقلين؟ هلا نحن الدنيا الحياه بدها تمشي غصبا عن امريكا وعن روسيا وعن ايران وعن كل. ابدا نحن بدنا نتغلب، بدنا نعيد، نحن بدنا نعيد، بدنا نفرح اولادنا، نحن بدنا نتجوز وبدنا نجيب اولاد، لسه بدنا نحن بدنا نرجع نضرب الحياه، نرجع يعني شو بدي لك، نعمل حياة جديدة. نحن ما شاء الله يعني شو بدنا نسوي، هذا بلدنا ما لنا طالعين منا، وبدنا نعيد، بدنا نفرح. ونحن هلا ركبنا قالوا لنا الشرطة ممنوع المراجيح، نحن ركبنا المراجيح، نحن ركب اولادنا، نحن نعيدهم. ونرد بقول لك انا بنحب نتمنى يعني من اللي قاعدين برات سوريا لك رجعوا لهون، لك تعالوا لعنا، لك والله نحن يعني عايشين مثلنا مثلكم، بس نحن عايشين بكرامة ما مثلكم مزلولين. يعني بتمنى نحن انه يجينا عيد احسن من هيك، بس كمان شو بدنا نساوي، هذا قدر من الله. ومن لكم كل عام وانتم بخير والاورينت بخير، وان شاء الله عيد جاي ان شاء الله يكون كله فتوحات ومنتصرين ومتغلبين على هذا الظالم بشار الاسد وعلى روسيا وعلى ايران بعون الله. والله يعطيك العافيه. طيب الفرحه يعني هلا ما ممكن نخاف على الاولاد من موضوع المراجيح مثل ما عم تقول، الطيران الاستطلاع والاشياء، يعني هل باماكن مغلقه رح تنظم ولا تحت السماء ولا كيف؟ لا لا نحن تحت السماء، نحن تحت السماء. اليوم انا ابني او بنتي لما بتجي الطياره بتطلع الطياره الميك بتطلع دغري على الاسطوح، بدها تشوف لك وين عم تضرب، لك يا بابا انزلي، تقول لي يا بابا قدر الله بده يصيبني، اذا كنت بالابو ولا كنت فوق. نحن عم نعيد هلا بشكل عام، نحن رح نعيد بالبلد، يعني ما في ابو لا في شيء ابدا بالساحات العامه. ونحن رح نحاول نعمل للاطفال عيد، نحن نخلق لهم جو العيد عنا باذن الله. وبس بحب يعني هيك يبارك لابي وامي، بقول لهم كل عام وانتم بخير، وبتمنى من ابي وامي انه يرجعوا على البلد لهون، وبقول لهم هي بلدنا، هي يا ابي ويا امي هي بلدنا، ارجعوا لهون وما كون غيرها. وشكرا لكم، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. مرحبا عمو. كل عام وانت بخير. نعم انت بخير. راح تعيد بكره ان شاء الله؟ الحمد لله الحمد. طيب شو محضرين بالبيت؟ محضرين معمول؟ محضرين شو محضرين بالبيت لبكره اول يوم العيد؟ بس معمول الحمد لله. بس معمول؟ ما محضرين شغلات ثانيه يعني سكاكر او هيك شيء؟ ما محضرين؟ طيب ان شاء الله بكره راح تعيد؟ الحمد لله العيد. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله كل عام وانت بخير واهلك والاهل والجميع بكل خير، بألف خير. ان شاء الله كل عام وهن بألف خير. اعود اليك رولا، طبعا يعني كما شاهدتي اجواء العيد موجوده، الاهالي طبعا الكل واحد بحسب مقدرته بحسب صحيح الشيء المتوفر له عم يحاول يعني يعيش اجواء العيد، يعيش الفرحه طبعا بعيدا عن الاشياء المحزنه، بعيدا عن كل شيء سيء بالغوطه الشرقيه. واكيد يعني هيك شعب مثل ما كنا عم نشوف معك محمد، لا يمكن حدا يقدر يكسره، شعب بده يعيش، شعب صاحب نكته، صاحب خفه دم،
علما بانه بالنهار يمكن او بقبل باي لحظه ممكن يكون هن معرضين للقصف للموت والدمار، وهيك شعب اكيد ما حدا رح يقدر يكسر. انا بتشكرك محمد عبد الرحمن وبتمنى لك عيد اضحى مبارك لك ولجميع اهالي الغوطه طبعا. ورح ننتقل هلا من ريف دمشق لريف حلب وتحديدا مدينه الاتارب لنشوف كمان كيف اجواء تحضيرات العيد. اي عيد وكل الاهالي حزنانين، ما في عيد غير بالخلاص من هذا الحكم البائد السائد. ولا فرح عند الاهالي من الحزن والكارثه، الهجمه الشرسه على مدينه الاتارب دمرت كل منافع الحياه والاقتصاد والمعيشه، ولا في بهجه للعيد. مين بده يفرح بهالعيد بهالقتلى وهالجرحى والدمار اللي صار؟ وهذه الكاميرات تشهد على هذه الاعمال. يعني ما يعني الشيء الوحيد اللي نحسن نجهزه للعيد، تعودنا من خلال 5-6 سنوات اللي مضت في الثورة، مع كل مناسبة رح تعدي على الشعب السوري رح تزداد الهجمة الشرسة. فنحن في المناطق المحررة تجهيزاتنا للعيد هي استنفار طواقم الدفاع المدني والفرق الإسعاف والإنقاذ والمشافي الميدانية لكي تكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ يحدث خلال أيام العيد. لم يبقى سوى شعارات وأحلام الطفولة بالعيد، انتظار العيد، ولكن ننتظر قدرنا متى تأتي الطائرة وتقصف، متى يأتي صاروخ ويزيل أحياء بكاملها. والله أطراب وغبرة ما بيعيد عنا. إذا بيعيد بسوريا ما حدا له خبر هون بالنسبة للوضع عنا هون. عيد ما بي، عيدنا بالخيام بالتول تحت السجار، هذا عيدنا. صور الولد، شوف الولد، هذا العيد، هذا العيد عنا وهي اولادنا شلون كانوا وشلون صاروا. الله كريم يخلصنا من هالطاغيه. طيب هون كيف تلعبوا انت والاطفال الباقيين؟ شو بتتسلوا طول النهار؟ نلعب بقلال. ايوه هيك. طيب على العيد شو رح تعملوا؟ شيء جديد ولا ما رح تغير شيء؟ ما رح نغير شيء. ايمت العيد؟ بتعرف ايمت العيد؟ يمكن نهار الجمعة. اجواء العيد باهتة جدا. الفرحة بالعيد تأتي من اجل الاطفال، اما بالنسبة للكبار فلا وجود لها. والله الاجواء هون بالغوطة الشرقية يعني شبه غائبة من كونه في قصف عنا وفي شهداء، والعيد يعني معروف بشكل عام انه كان للاطفال، فالاطفال كثير كعك عنا هون صار في اصابات، في عنا شهداء ان كان ذوي الاطفال او حتى من الاطفال في اصابات كبيره، فمنشان هيك اجواء العيد السنه كانها غائبه، وما كان بالاكيد انه غائبه. اجواء عيد ما في عيد هلا، في اعياد الحمد لله يعني بهالعيد فرحه لكل العالم، بس اجواء عيد منين بدها تجي؟ اذا الطياره بالجو عم تضرب وقذائف وكل هالمظاهر تبع الضرب اللي عم يقصفونا فيه، ولا بد الا كل بيت فيه يا شهيد يا جريح يا معتقل. يعني منين بتجي افراح اجواء هالعيد الراكزه؟ ما في. هلا مثلا انا عندي ولد استشهد من سنه ويومين بالضبط، كل ساعه بنتذكره، شلون بدنا يعني نكون فرحانين بالعيد ونكون؟ والله يفرج على امه محمد وعلى شعب الغوطه. والله الاجواء ان شاء الله في بالقلب، في اجواء عيد، بس القصف والطيران لا بيخلي ولدي يشوف وقت عيد، لا بيخلينا. الطيران بالجو والنانه بالجو على طول عم تصور، وين في تجمعات تقصفها؟ ما لنا بالبيت بعمل لك واحد صحن معمول كذا بركزه بس مشان الولد يفرح انه اجى العيد، بس هي والله ما موجوده بسبب طياره، بسبب القذائف، بسبب القصف.